تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر ومن الوطن العربي، وذلك لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.